نشكرهم على الإنجازات اللي عدروا بهذا المجال، ونشكرهم اللي الطاقم الإداري المتميز بالمالية على الجهود الجبارة في تقديم ميزانية واضحة شفافة وبطريقة علمية رائعة. يتكلم كاش كل سهولة يتعرف عليها من المواطنين، وهذا عمل متميز يشكر. وكان لي شرف اني كنت عضو في اللجنة المالية المختصة بمناقشة الميزانية، واتاح لي ذاك الفرصة الكبيرة في التعرف على جميع المشاريع، واتاح لي فرصة ايضا في اني نطلع بشكل واضح على 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 الامور اللي تجري في المالية وفي التسيير، وكنت فخور بها. الميزانية كانت ميزانية جيدة، وكانت ميزانية توصف بأنها ميزانية متوازنة، كانت ميزانية متوازنة، وكانت ميزانية الاستثمار فيها معتبرة جدا، وذلك حتما لا ينعكس إيجابيا على الدورة الاقتصادية الوطنية، حتما ينعكس إيجابا على الدورة الاقتصادية الوطنية. ثقتي كبيرة في حكومة معالي رئيس الحكومة السيد محمد سالم بشير ومعالي الوزير وزير الاقتصاد في تطبيق هذه الميزانية، ومن هذا المنبر ندعوهم للتطبيق السليم للميزانية ولمراعاة كل تفاصيلها. واحنا اللي ان شاء الله من دورنا الرقابي ياك اللي قدونا بذل من الجهد ومساعدتهم ان شاء الله دورنا نمشي معهم فيه. ضمن مسائل تخص بعض القطاعات اللي هنتكلم عليها، ومنها اساسا بدايه قطاع التعليم. مع الوزير هذا القطاع قطاع مهم، وقطاع يتعلق بمستقبل البلد ومستقبل الاجيال، ويتعلق هو ملي ركيزة التنميه الاقتصاديه. وهذا القطاع اللي منه من قالوا التعليم الاساسي نختار وتعدل له لفته، واساسا هذا القطاع هذا منه الجانب اللي قالوا المعلمين العقدويين. حاليا جميع على كامل التراب الوطني المدراء الجهويين للتعليم شاكين على انهم عندهم نقص شديد في المعلمين، والاصعب من ذاك على انهم ما تجيهم من الميزانيات اللي خاصه بالاكتتاب الا في شهر واحد والله في فتره متاخره، يا الله اعد شهر 10 اياك المدارس تواكب تعليمها في مرحله متقدمه بهدف اكمال البرامج التعليميه، لأن البرامج التعليمية إكمالها ضروري. هاي النقطة يجب أن تعالج، وعرضناها وناقشناها خلال جلسات اللجنة المغلقة، وأكدنا عليها، ويا اللهم اللي في الميزانية يؤكد عليها. ثم عندنا مع الوزير قطاع الزراعة، احنا عندنا منطقة كيفة، ومنطقة كيفة فيها بعض المناطق الزراعية، وفيها المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة. هاي يالله هذيك السدود اللي فيها تعدل ياك تساعد في الزراعه المطريه. ثم مشروع الطاقه الشمسيه اللي التزم به مشروع الساحل، هاي الطاقه الشمسيه مع الوزير عندنا قرى كبيره في منطقه كيفه، منها قريه القران، ومنها قريه النيزنازه وكروجل، وقريه القرد، وقريه فقات بلديه نواملين. هاي مناطق في مناطق تجمعات سكانيه كبيره، يالله توصل هيك الطاقه الشمسيه مشروع ها مشروع الساحل، يا الله تستفاد منه. عندنا بلديه قالها بلديه كورجل عطشانه بالكامل، طرحنا موضوع على الحكومه، وانا جاي من البلديه اللي له نهارين والله لا، وفعلا الحكومه بدات تنفيذ مشروع ياك انه يوفر الماء، يا غير ملي ناكدوا على ان المنطقه منطقه بحوض جاف. عندنا قريه كورجل، عندنا قريه سودو، عندنا قريه المريفي، عندنا الفيعيه، هذه المناطق هي قرى فيها كثافه سكانيه، واهلها يقيسوا الماء الساعه الرابعه في الليل. شوف لي مواطن يمشي الساعه الرابعه في الليل يدور الماء، والبريقه الواحده تنباع ب 600 ريال، ما يقدر طاقه مواطن يتحملها. معناها اني مستمر معاكم ان شاء الله مع الوزير في هذه القضيه، اللي فعلا الحكومه فات بدات في الخطوات العمليه لتوفير المياه، وان شاء الله دور نتابع معاكم هذا البرنامج باذن الله تعالى. وشاكركم مع الوزير على جهودكم، ومؤكد طلبي على الحرص على تطبيق هذه الميزانيه، وشكرا.